الله وبركاته، متابعين ومشاهدين مطبخ امان تو، اهلا وسهلا بيكم يا حبايبي، منورين الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي زي ما وعدتكم الفيديو بتاعنا عن فرد الشعر بالجليد، لان بيجي لي اسئله كتير عليه قوي، ازاي يا امان نستخدمه ونعمل ايه، كل ده انا هجاوب عليه ان شاء الله دلوقتي، وبعد كده نبتدي نشوف الخطوات بتاعته وبتاعت الفرد بتاعته ان شاء الله بالتفصيل. اول حاجه انا جايبه العبوه دي مكتوب عليها كلمه قوي، يا ريتها تكون باينه اهي، مكتوب عليها قوي. ليه قوي؟ للشعر المموج والشعر المجعد، وبصراحه بيديني نتيجه احسن. في بقى للشعر اللي هو فيه اللي هو ضعيف او عادي، ده للشعر اللي هو ايه خفيف شويه، اللي هو الشعر العادي اللي مش فيه تجاعيد جامده، تمام كده. بس انا بفضل القوي حتى لو شعري عادي، لان انا بصراحه بحس ان ده بيفرد اكتر، تمام كده يا حبايبي. دي العبوه الكبيره، نشوف جواها ايه. دي العبوه الكبيره، دي ورقه الارشادات، ولا انا بقوله ده مكتوب برده في الارشادات كله. ايه اللي في العبوه الكبيره ديت؟ طبعا في عبوه صغيره للشعر ما يكون مقصوص جرسون، يكون مقصوص قصير. العبوه الكبيره اللي هي بالحجم ده، تمام كده. معاها كيسين بلسم بالشكل. المفروض ان بيتحط معاه حمام كريم، دي براحتك انت، انا ما بحطش معاه حمام كريم، بحس ان بيقلل قوه الفرد بتاعه، تمام كده. اهو ده اللي جوه العبوه. ممكن تضيفي معاه كمان حمام زيت بوناويل، او تحطي باتيكا حمام كريم، ممكن يديكي نفس التاثير. وده كله للشعر الحساس اللي هو بتخافي عليه من الحاجات دي. طيب نيجي نقول بقى تاني، طب ازاي بستعد بشعري عشان افرد بالجليد؟ اول سؤال بيجي لي دايما، طب يا اماني الشعر يكون ناشف ولا مبلول؟ لا طبعا هيكون مبلول بس مش قوي، يعني انت هتنشفيه نص تنشيفه. تاني حاجه هتعملي ايه عشان الجليد ما يكونش فيه زيوت ولا كريمات، ما يكونش فيه اي نوع دهان على شعرك. بالنسبة للصبغة أفضل الجلات الأول، ما ينفعش الصبغة الأول خالص. أنا عملت قبل كده راح اللون خالص، جلات نهى على لون الصبغة. يبقى هتريحي شعرك من يومين لثلاث أيام على الأقل، يعني أنت تبتدي لو هتعملي لي العيد إن شاء الله تبتدي اليومين دول تعملي الجلات، وتصبغي إن شاء الله قبل العيد بيوم مثلا، تمام كده. يبقى الصبغة بعد الجلات مش قبله يا جماعة. وكمان عشان تدي فرصة للشعر يرتاح من الفرد، لان انت حاطة عليه مادة كيماوية، تمام كده، عشان انا بقول بالامانة يعني. دلوقتي بقى هنبتدي عشان ما نطولش الفيديو، نفتح الجليد ونبتدي نستخدمه بعد ما شعرنا اتغسل زي الفل، مفهوش زيوت مفهوش كريمات زي ما اتفقنا. وهنعمل ايه؟ هنحطه على شعرنا ونفضي يلا العبوة مع بعض. هنجيب بولة زي كده اهو، وهنفتح هنا دقيقة واحدة بقى اجيب حاجة افتح اهي. دلوقتي كده هبتدي افضي عبوة الجليد، يا ريت الصورة تبقى واضحة. ايوه كده، هفضي كل العبوة بالشكل ده من تحت كده، بصوا يا حبايبي من تحت كده لفوق اهو، عشان ما تبقيش ولا حته كريم واحده ما استخدمتيهاش، تمام كده. بتقسمي شعرك حوالي زي اربع كعكات صغيرين كده، وتبتدي تفردي واحده واحده علشان تشبعيه بالجليد. وخلي بالك ابعدي عن الجذور بتاعت فروه الراس عشان ما يحصل لناش اي حساسيه منه، تمام. يعني على اقل سنتي كده ايه في الجدر بتاع بصيلة الشعر او خصلة الشعر اللي انت بتعمليه، ويا ريت تجربيه على خصلة شعر واحدة. يا ريت تجربيه على خصلة شعر واحدة علشان الناس اللي عندها حساسية من الحاجات الكيماوية دي،
تمام كده. انا علشان على طول بعمله مفيش مشكلة بالنسبة لي، فانا بعتبر مجرباه يعني. انما التجربة للناس اللي اول مرة هتستخدم الجيلات، تمام كده يا جماعة، عشان انا بحب اوصل كل معلومة بما يرضي الله. طبعا عشان انا محجبة مش هقدر اوريكم المنظر على الشعر، فمعلش بقى سامحوني، بس والله انا مفيش حاجة ما قلتهاش، ولو حتى في حاجة نسيتها كلموني في الكومنتات هنقولها مع بعض تاني. تمام كده. كده انا فضيت كل العلبة اهو بالشكل ده. في الوقت ده هتبتدي تحطي لو انت جايبة حمام زيت، حمام كريم فاتيكا، او حمام زيت بنويل، اتفضلي حطيه في اللحظة دي. تمام كده. البلسم هنستخدمه امتى هقول لكم ان شاء الله، بس لما نوصل للخطوة بتاعت البلسم. دلوقتي يا حبايبي حطيته خلاص على شعري، وغسلته وشطفته تلت ساعة، حطيته على شعري الجلاب، حطيته تلت ساعة. بعد كده قمت شطفت شعري كويس جدا جدا لغاية الجيلات ما ينزل من شعري تماما، ما يكونش فيه حاجة خالص. دلوقتي جه معاك بالايه زي ما قلنا البلسم. بس عايزة اقول ملحوظة، انا سبت الجيلات على شعري تلت ساعة كاملة قبل التمشيط، لغاية اما الجيلات يدخل مع شعري كله. تمام كده. بعد كده ابتديت اقوم اشطفه جامد جدا ونزلت كل الجيلات. بس طول التلت ساعة خلي بالك، بتفضلي بقى تلت ساعة تانية بقى تمشطي الشعر كويس جدا لغاية ما تحسي انه اتفرد. ما تشطفيش شعرك من الجيلات الا لما تحسي ان كل شعراية اتفردت في شعرك. يلا بينا نحط المثبت، ده اللي هيثبت لك الفرد بتاع، ده اللي هيثبت لك الفرد بتاع الجيلات. المثبت هحط الكيسين كلهم بالشكل ده اهو. وادي الكيس التاني، عايزه اعمل تثبيت للفرد اللي عملته. شعري مشطوف وبرده مبلول، وبعد ما نزل الجيلات من شعري خالص ببتدي احط البلسم دوت، وبرده افضل امشط حوالي تلت ساعة شعري بالبلسم اللي هو بلسم مثبت. بلسم مثبت هيثبت لي الفرد. تمام كده يا حبايبي. اهو هبتدي بقى امشط شعري وارجع لكم تاني. اوعي تغطي شعرك اثناء وانت حاطه المثبت او اللي هو البلسم او الجيلات نفسه. مفيش تغطية شعر خالص يا جماعة، عشان انا شفت فيديوهات مغطيين شعرهم ببلاستيك، ده غلط جدا يعني، عايزة اقولك يحرق شعرك. دلوقتي بقى بعد ما هحط دلوقتي انا البلسم على شعري عشان وهشطفه، واقول لكم ان شاء الله النتيجة باذن الله في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش مننا، وهقول لكم رأيي في فرد الجيلات باذن الله. اشوف وشكم بخير، ومع السلامة يا حبايبي، ويا رب اكون قدرت افيدكم. والله ما فيش اي معلومة انا خبيتها في الفيديو، غير بس ان انا شعري ما ظهرش فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، واستنوا رأيي في الجيلات.